أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر العراقي توزيع مساعدات إغاثية على المتضررين من الزلزال الذي ضرب مؤخرا محافظتي السليمانية وحلبجة شمال العراق. نعم، وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير أن الكويت أولت اهتماما كبيرا للظروف الإنسانية الراهنة في العراق وخاصة المتضررين من محافظة السلمانية، وتجاوبت على الفور مع نداء الواجب الإنساني وقدمت ولا تزال كل أوجه الدعم والمساندة. انطلاقا من المواقف الإنسانية التي انتهجتها دولة الكويت في تعاملها مع الكوارث التي تصيب مختلف المناطق وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد العمل الإنساني، باشرت جمعية الهلال الأحمر الكويتي بتنفيذ حملة إغاثية كبرى لتقديم الدعم للمناطق التي تعرضت للزلزال في قضاء دربندخان وقضاء كلار جنوبي محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، حيث تم توزيع المساعدات الغذائية والصحية على مدى يومين متتاليين على 2000 عائلة تضررت جراء ذلك الزلزال. عملية التوزيع تمت بالتنسيق مع الهلال الأحمر العراقي. جمعية الهلال الأحمر الكويتي مشكورين على جهودهم المبذولة. الخطة اللي وضعت أو الاتفاق اللي صار، عندنا ألف سلة غذائية وألف سلة وسيط صحي راح تتوزع في المناطق اللي تضررت بسبب الزلزال. الحكومة المحلية لقضاء دربندخان أوضحت أن حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة كان أكبر من إمكانياتها، وأن الوقفة الإنسانية لدولة الكويت كان لها الإسهام الأكبر في تخطي محنة هذه الكارثة. لا توجد لنا، صارت العمليات، صارت السونر وصارت الولادة، كلها تم غلقها. فلذلك نطلب مساعدة كبيرة من إخواننا، ونشكر دولة الكويت وهلال الأحمر الكويتي الذي أتت بمساعدات قيمة إلينا. أهالي المناطق التي تعرضت للزلزال ثمنوا وقفة دولة الكويت معهم في هذه المحنة، وقدموا الشكر والثناء للمبادرات الإنسانية المتواصلة. دولة الكويت دولة شقيقة وصديقة، وحالها حال يعني أي واحد يشوفونا يركضون وياه يعني. فاللي شفناه من كل المنظمات ومن دولة الكويت ما شفنا غير الخير إن شاء الله، ونشكرهم. استجابة عاجلة لتوجيهات قائد العمل الإنساني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتقديم الدعم لآلاف العوائل التي تعرضت لخطر الزلزال. من قضاء دربندخان بمحافظة السليمانية، عاصم الحمداني، تلفزيون دولة الكويت.